انا اول شيء بحاجه تصويتكم صبتوا لي عشان انجح. ثاني شيء مثل العاده دائما في عندي اشياء احكيها، اخبار اخبرها، سواء كان عن الفيرا عن التالنت او عن اي اشياء ثانيه. رضوان شيل ايكو من عندي لو سمحت. لا معلش مش عاملين حساب. شيل ايكو شوي. طبعا في عنا ضيوف اليوم اول يوم نشوفهم، وفي ضيوف تعودنا نشوفهم. احكي شوي عن فكره مسابقه فيينا عرب تالنت. يعني هي عباره عن فكره بسيطه، بما انه خلال السنتين او ثلاث سنوات الاخيرين صار في كثير ناس سواء من سوريا ولا من العراق ولا من مصر اجوا على فيينا، وكنا في البدايه عشرات، هلا صرنا ما شاء الله الالاف. وضمن هذا الكم الهائل اللي وصل على فيينا في عندنا كثير مواهب وصلوا، سواء موسيقيين عازفين ولا مغنيين ولا ملحنين ولا ولا ولا. ودائما النشاط الفردي هو نشاط ضعيف وغالبا ما بيؤدي لأي نتائج. فنحن في إدارة فيينا عرب تالنت حبينا نجمع هذه السواقي الصغيرة، هذه المواهب الصغيرة، ونحاول نكون منها نهر. هذا النهر ممكن يشرب منه كل عطشان للموسيقى العربية أو للثقافة العربية بشكل عام. فهي كانت فكرة المسابقة، أنه فعلا نشتغل كلنا مع بعض علشان نعمل شيء حلو أفضل من واحد يشتغل كل واحد لحال. هاي كانت فكرة المسابقة. ولكن للأسف بنحكي أشياء دائما جيدة وبنحكي أشياء سيئة. في عنا مشكلة بعد، مش عارف من وين. يعني بنقول نحن كجالية عربية موجودة في فيينا قاربنا بضع مئات الآلاف، ومثل ما شايفين يعني مشتركين اليوم من دولتين أو من ثلاثة أو وعندنا 10 أو 15 شخص موجود بالصالة. هذا الشيء للأسف ما بعرف على شو بيدل، على أنه هدول الناس أو الجالية العربية غير مستمتعة بشيء اسمه فن، أو هذا الفن مش جاي على مزاجهم، أو أنه فيينا عرب تالنت والقائمين عليها كمان مش على مزاجهم. على كل الأحوال نحن في فيينا عرب تالنت حاولنا نعمل كل شيء ممكن بحيث أنه نقدم شيء جميل كالعادة، وبالنهاية قل اعملوا فسير الله أعمالكم. أنا بالنسبة لي عم أشتغل بهذا المجال وعم حاول أقدم شيء حلو، إن شاء الله انجح لا أتى ولا أقل. الموضوع الثالث، بالفعل عبر الفيسبوك وعبر الدعايه اللي عملناها هون بفيينا وصلت فكره لكثير ناس، يعني بقول 70 أو 80% من الجاليه العربيه الموجوده في فيينا، من المغرب الى العراق ومن الشمال الى الجنوب. يعني كل الناس بيحكوا عن شيء اسمه فيينا عرب تالنت. على كل الاحوال سواء اجوا ولا ما اجوا هو ما كثير بياثر، ولكن بنقول نحن وصلنا، فعلا وصلنا لناس كثير. من جهة تانية عن طريق الفيسبوك وعن طريق الدعايات على الانترنت كمان وصلنا على جمهور كتير كويس، سواء بالمغرب بتونس بمصر وبالعراق وبسوريا. وأنا شخصيا تلقيت كتير اتصالات بيشجعوا هذه الفكرة، بيشجعوا هذا العمل، أنه هذا العمل يعني هو الأفضل أنه يعمل في البلدان العربية، وشيء كتير كويس أنه نعمل في أوروبا. فرح نقول يعني خلونا نقول هذا قسم من نجاحنا، أنه قدرنا نعمل شيء بتونس يحكوا عنه، بالعراق يحكوا عنه، بسوريا يحكي عنه، وبمصر يحكي عنه. نحن عادة فقط مشغولين بالسياسة، نحن شعب مسيس جدا، مشغولين بالدين والطوائف، ونحن شعب متدين جدا بين قوسين، يعني كل واحد منا عنده رب بيصلي عليه أو ما بعرف شو هاي. المهم ما بدنا نشتغل لا سياسي ولا فن على الإطلاق، نحن نشتغل موسيقى وفن. الموضوع الثالث هي الجهود الشخصية المثمرة. دائما بنقول واحد لحاله ما بيشتغل، هو صح واحد لحاله ما بيشتغل، بس لما تكون الإرادة موجودة، تصميم موجود بيشتغل. يعني حكينا أو حكوا معي، أنا بعطيكم فقط هو أشياء صارت معي شخصيا. يعني في ناس حكوا معي قالوا ليش ما بتعمل نشاط فيينا عرب تالنت تحت أحد المسميات أو الجمعيات المتواجدة هون بفيينا. ما أكثر الأسماء والجمعيات، ونحن كعرب 200,000 عربي في فيينا، عنا لا يقل عن 30,000 جمعية. هاي الجمعية فقط شغلتها تقبض فلوس وتقعد تشرب قهوة. نحن مش جمعية، أنا شخص واحد اشتغلت هذا الشغل، بحيي الشغل الفردي لما يكون مثمر
وما بحيي الشغل الجماعي لما يكون على فنجان قهوة. نحن عنا اسم كبير مثلا الاتحاد النمساوي العربي أو الاتحاد أو جمعية الفنانين النمساويين العرب أو جمعية العرب من أصل نمساوي أو نمساويين من أصل العرب. هاي المواضيع كلها عبارة عن لافتات، ولكن بالفعل هي فقط بالقهاوي يقعدوا يشربوا قهوة ويحكوا بدنا نعمل وبدنا نعمل والسنة الجاي وموسم السنة الماضية وإلى آخره. هذا كله بلا بلا بلا. أنا ما بقتنع، أنا بقتنع أنا موجود على المسرح، في عندي كادر، أو بالأحرى نحن كادر عم نشتغل مع بعض. هذا الشغل بنشد على الإيد ولا بنقول لا أنت فشلت؟ الحمد لله ما فشلنا، هذه أهم شيء، لأن الناس على اليوتيوب عندنا مشاهدات على فيينا أرب تالنت وصلت على 6000 مشاهدة، معناتها نحن اشتغلنا شيء حلو. إذا كنا اشتغلنا شيء ما بيسوى فهذا رح نشوفه إن شاء الله بفيينا أرب تالنت الموسم الثاني. نحكي عن موضوع الدعم المعنوي والدعم المادي. دعم مادي ما بدنا من حدا، مش طالبين من حدا أي شيء. التيكت اللي كان بستة أورو سبعة أورو ما حدا اشتراه، فنحن مش بحاجة دعم مادي، نحن بحاجة دعم معنوي، إنه أنتوا عملتوا شيء حلو، تعالوا نتكاتف كلنا مع بعض بحيث إنه هذا الشيء كان غلط خلونا نصلح، هذا الشيء كان حلو خلونا نتابع فيه. دعم مادي ما بدناش من حد ولا طالبين من حد أي دعم مادي، طالبين دعم معنوي، إنه يا شباب اشتغلوا ونحن معاكم، ما بدنا أكثر من هيك. الموضوع قبل الأخير هو الحرب النفسية اللي تعرضنا لها. معظمكم بيعرف شو صار، وبحب أحكي عن هاي الموضوع بجمل قصيرة. إنه في ناس كانت عنا بفيينا أرب تالنت وكنا أحباب وأصحاب، ولكن نحن بالنهاية بدنا نجم واحد، أو بدنا واحد هو للمركز الأول. في ناس طلعت من المسابقة من هون بعضهم على الباب قالوا شو هاي المسابقة الفاشلة، طيب أوكي، أو شو هاي المسابقة المسخرة، طيب أوكي. لما تكون مسخرة حضرتك أنت ما أجيت على هاي المسخرة، واحد. اثنين، هدول الناس العربان أو العرب اللي عم يقولوا إنه فيينا أرب تالنت مسخرة، أوكي، كل واحد بيحكي على شكله، واللي حكى إنه معلش تجربة بسيطة بس كويسة، كمان كل واحد بيحكي على شكله. بحيي اللي شجعونا وبحيي كمان اللي حكوا علينا، لأنه بالحالين عملنا دعاية، يعني سواء بالسيء عملنا دعاية إنه نحن موجودين، وسواء بالكويس نحن عملنا دعاية إنه نحن موجودين. طبعاً فيينا أرب تالنت الموسم الجاي راح ينطلق إن شاء الله اعتباراً من سبتمبر هذه السنة. وبقول لكم انه في عنا عدد كبير من الناس او من المواهب بالفعل سجلوا على المسابقه الجديده، فهذا بعتبره انا وانتم انه نجاح. لو انه مسخره مثل ما عم تحكوا كانت الناس انفضت وراحت. الموضوع الاخير هو موضوع النتيجه اليوم. بكل صدق نحن مثلكم ومثل المشتركين، ما حدا بيعرف مين راح يكون الاول اليوم ولا الثاني ولا الثالث. نحن تاركين الموضوع لنشوف أداء الشباب اللي راح يغنوا اليوم، وبناء عليه مثل ما أنتوا تحكموا نحن راح نحكم. بالنهاية بتمنى أشوفكم إن شاء الله ب فيينا أرب تالنت الجديد أو بأي حفلة، مع العلم إنه إن شاء الله عنا كتير شغل مع هدول الشباب الطيبين. على المحبة، على الفن، على موسيقى. نلتقي، أمنياتي لكم بقضاء سهرة جميلة، أمنياتي كمان للمتسابقين بحظ كويس. طبعا في موضوع كمان، موضوع صغير، إنه موضوع إيمي وضحى ومحمد، هدول الشباب اللي كانوا عم يقدموا البرنامج كمان عملوا شيء كتير حلو، ما كانوا قبل كامسين ميكروفون أو حكيانين، وهلأ عم يطلعوا بكل أناقة وبكل يعني إلى حد ما حرفي، وصاروا عم يشتغلوا شيء حلو. فكمان نحن بنقول اشتغلنا شغل حلو بهذا المجال، انه صار عندنا مذيعين وعندنا مقدمين برنامج. قديما وفي اخر كونسرت عملناه كان عندنا سيدي عمرها 65 سنه، هي عربي مش عارفه تحكي عشان تحكي الماني. هلا نحن تجاوزنا هذا الموضوع، صار عندنا تالنت يقدر يقدم البرنامج سواء كان سياسي او ثقافي او موسيقي. بحيي هدول الثلاثه، ضحى وايمي ومحمد. وهلا خلونا نبدا برنامجنا سوا. مره جديده بتمنى لكم سهره ممتعة وأهلا وسهلا فيكم.